إدارته وإدارته إدارة التماطل إدارة التماطل وطول الانتظار وطول الانتظار الصبح والمساء الصبح والمساء بالصوم والإفطار بالصوم والإفطار بالصوم والإفطار وإدارته وإدارته. بسم الله الرحمن الرحيم. نشي كتيب العام العمال سلام أبريك ديما أبريك سوار خي باترون نتو غنخدم انا غنقل الحل مازال عاد والو الحل عاد الخو هادي مده 15 شهر نشي نتكافع نتناضل المهم لقينا الحل واحد المره في العماله جينا العماله وضن غا الحل معني المهم كشينا نغمين زين عيد وضن غا الحساب وكشين 51 واحد الحساب سرك شايب المهم عورنا عاود ثاني وجينا نعاود 18 عاود لا لا الحساب يعني توكس ناس نتفاوت تبدل تنزي تبدل ناس المعمل لقينا هنا الاصلاح خونا شين زوكي نقبض يعني استئناف العمل اني نخش الحساب حاليا 15 شهر خوز قومي نيوض تغنيوض غازي العمل السابع ذا واني وضغى الحل دخل عامل كين دار الاجتماع المهم وضغى الحل مشينا حسابي 51 واحد عاود تهربوا عاود ثاني وجينا نعاود من دار عاود بدا تراكور نعاود نوز عاود ننخارط نارد النقابه زي جديد المهم الاتحاد المحلي خو قش نعاود حاليا دوني انت دور وقت تي وين سكان نغدي ودا كل ما تسكني يجو مار فران يجو مار فران يجو مار اشيني سلامه ويقيم قرعابي دورن يجو مار قرعابي يجو مار سلامه المهم قش نعاود زي الوقت اني غنهار عاود نطالب رخونا انا هني توقعناش انا نستخدم يعني ويذهب ويستخدم توقعناش نكش الحساب يعني هاكا هو كي نكمل نبو الحساب المهم الخو تراكورني نحاش وقت نزري خو خصنا نسني ودانا من الزون شي نتنازل زي كلشي نتنازل نهار موافقة وهذه النوال وثنايا فرانك وهذه واش 8 تيم قرانين دير وقت النوم في الضان ويقتلني امي في الضان كشيني وداني مزيان يعني بو 2 مليون بو 3 في الضان تني غادي الاقدميه قام في الخزام دايسن غابو 20 سنه بو 16 سنه نخدمت ابو 30 قوايض ها والو عاد قاش غاد سكراز انا نغعاد ودان واخد دمان 15 شهر وهادي السيدي في درهم ريد هذه ناظر ريد هذه خدم وهذا المشكل ضام قران وقت ثاني تدري كارثه يعني كذا كي ذي النيل غزات الدبيات امامي ميخسديني الخو عاد وان فهم والو وايضها والو عاد الخو يدني قال وقفه عاود نهار قال وقفه وايضها عاد والو الاخبار والو عاد مشان نتمنى ان شاء الله وذانا لكنا ني هذا سيدي ربي هذا قال الحل اي بوبريتنا وانيتا الخاري الخاري تيري هما في الضي ذاك يوذان ماشي يوذان تو عسنا كران سنت قدر خا الخاي تيري غاس الحل فهمتني غلا شنو وقتك باش انا حاج دانيتا نوزو غار حق النغوة اين ذي خدام من سنت واخدم من غاسن كيف حنا كي سنت ما عرفت غش ثلاطاش كتازي الخدم نخدم في النهار عادو غاو نقاو خاص نعقير وخا نعقير والو حاليا ويظهر هذا شنو حاج انا نائب الكاتب العام ديال سلام ابريك ديما ابريك من العمال اللي ناضلوا في المعمل كافحنا وناضلنا وتكرفصنا الليالي الاعياد المهم ناضلنا في المعمل بما فيه الكفايه والى يومنا هذا وباقي كنناضلوا على الحقوق ديالنا دابا ولينا دابا حنا كنقلبوا على الحق ديالنا فين هو راه عند المسؤولين ديال الدوله حنا ما كنتهم واحد ما كنظلم واحد كنطلبوا المسؤولين ديال الدوله هما اللي راهم مسؤولين علينا في هذه الساعه هذه هما اللي مسؤولين علينا حنا نزلنا على الحقوق ديالنا دخلنا بالتراضي مع هاد الناس الاتفاقيات كل شيء راه مبرمج عند السلطات المحليه والدوله كامله كل شيء راه مبرمج يعني داك الشيء الاتفاقيه اللي داروا معنا باقي ما وصلنا حتى شي حل الناس كيقولوا لك راكم على الراس والعين واه غادي نخلصوكم واه ما غاديش ناكلوكم واه نعطيكم الحق ديالكم واه الى متى يا اخي الى متى واحد ما كيقول لكش يعني ما كيعطيكش الوعد فوقاش غادي نعطيك الرزق ديالك واه قول لي فوقاش انا غادي نمشي نخدم بحالاتي علاش راني كنستنى معاك الوعد ديالك اللي عطيتيه لي والتزمتي معايا فيه
كنستنى ذاك النهار غادي نستناه، ولكن انت كتقول لي غادي نخلصك نعطيك الرزق ديالك الى متى يا اخي، وانت ما كتقوليش فوقاش، انت من حقك تقول، من حقك تقول، انت راه تبارك الله راه ذاك الرزق ديالك عطاك الله ما غاديش نحاسبك فيه، ولكن انا هذا الشيء كنطلب العرق ديالي، انا خدمت ناضلت خدمنا الاعياد، كاين الاخوان اللي معنا خدموا اكثر مني، انا راه خدمت تما 16 عام، كاين الناس اللي خدموا النص ديالي اسبق مني، خدموا 30 سنه، كاين اللي خدموا 24 سنه كيطلب الحقوق ديالو، وكاين هذا حنا كنقول لك انا الناس اللي تنازلنا، حنا الناس كنا تنازلنا دخلنا بالتراضي مع هاد الناس، والسلطات راها شاهده على هاد الشيء، كناخذوا جوج النقاط تعويضات، وهذا التعويضه اللي مهمه بزاف تنازلنا عليها خليناها، معليش السيد كلا العصا حنا غادي ناكلوا معها العصا ماشي مشكل، هو يخرج من الباب الواسع حنا نخرجوا من الباب الواسع، ولكن فوقاش ما شفنا والو الى يومنا هذا، ما شفنا والو، داخلين فيه المسؤولين، داخله فيها المندوبيه الشغل، داخله فيها المندوبيه الشغل، داخله فيه القياده ديال زيو، داخله فيه رئيس السلطه ديال زيو، الحمد لله هذه راه سنه ونص جينا لهنا للعماله، منا داروا لنا الحل، الحمد لله داروا لنا الحل هنايا، داروا لنا الحل الحمد لله، داروا لنا الحل هنا، جينا هذه عام ونص داروا لنا الحل هنا في العماله، دار لنا الحل الحمد لله، داروا لنا الحل، نصفوا بعض الاخوان منا، عطاو لهم تسويه الحسابيات ديالهم، 50 شخص هذه سوات لهم الحسابات، ولكن كيبان لي هذوك الحسابات الحمد لله، واخا مهم تفتح ذاك الباب، تفتح الباب اللي الناس تساعدوا معاهم، مشاو بحالتهم، واخا داك الشيء قليل، حنا بقينا اليوم غدا اليوم غدا كتمشي تقريبا 50 هذه عاود، واه تقريبا 50 كتمشي على المشغل كيضرب لك في الظهر، الحمد لله راه غادي نديروا، غتصبروا معانا، غادي نعدلوا نديروا، ذاك الشيء كله اوهام في اوهام، يعني ذاك الشيء فحال لا كيتمصونا على والو، راه ما كاينش شي حاجه كبيره في هذا الشيء ثقيله عليهم هما، راه الحمد لله ما ثقيل عليهم والو. خدمت في هذا المعمل ديال السلام مبريك وديما مبريك 15 عام، وكاين الدراري هما صحابي اللي عندهم اكثر، عندهم 20 عام، عندهم 21، عندهم 25 عام، هاد الناس هادو جاوا وقفوا المعمل، مش حنا اللي وقفناه، هما اللي وقفوه عنوة، وفي الاخر دابا كنتسينوا الحساب ديالنا، دابا عامين وهما كيماطلوا فينا غير الوعود الكاذبه، ما شفنا منهم والو، دابا حتى الباترونات ماشي مسؤولين، حنا خدمنا وضربنا تماله، انا 15 عام من الحياه ديالي مشات في هذاك المعمل، دابا حنا مريحين واه ما خدامين ما والو، شكون اللي غادي يخدم علينا؟ الا كاين شي حق، واه الا كاين شي حق في هذا المغرب يعطيونا الحق ديالنا، الا هذه دوله الحق والقانون ودوله المؤسسات يعطيونا الحق ديالنا، دابا حنا عامين وحنا كنتسينوا، فلا هي السلطه فلا هي الدوله، عامين والخدامه مساكين ما لقاو ما ياكلوا، شي عنده الدراري، شي عنده الاخر، المستقبل ديالي ضاع، 47 عام ما درت والو، لا مرا لا ولاد، السبب هو هذا المعمل، السبب ديالي هو هذا المعمل، 47 عام مشات ليا في الخاوي، دابا انا كنطلب الحق ديالي، كنطلب الا كاين شي دوله ولا كاين شي مؤسسات في هذه الدوله هذه ولا كاين شي حق يعطيونا الحق ديالي، دابا راني قاعد ما خدام ما والو، شكون اللي غادي يخدم عليا؟ شكون اللي غادي يعطيني؟ كاع انا الحاله ديالي ما عنديش الدراري واللي عندهم الدراري، كيفاش غادي يديروا؟ المهم اللي غادي نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد الناس هادو، تعدوا علينا وداو لنا الحقوق ديالنا، ما بغاوش يعطيونا الحق الادنى الحقوق ديالنا، كما كيهضروا الدراري قال لك درنا معاهم اتفاقيات ودرنا معاهم كذا، ولكن حتى داك الشيء حتى شي حاجه ما وفوها، كل شيء اخلفوا الوعود، فهمتي؟ ما عطاونا لا حق لا باطل من هاد الناس، كندعوهم الله سبحانه وتعالى هو اللي يخلصهم هاد الناس هادو.